هذا وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 62 لسنة 2014 بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد، نص على ما يلي: المادة الأولى: يدعى كلهم من مجلسي النواب والشورى للاجتماع عصر يوم الأحد 14 من شهر ديسمبر 2014 لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع. المادة الثانية: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.